الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. الأضحية مش مجرد ذبيحة بنشتريها سواء خروف أو عجل أو كده علشان نذبحه عند الجزار وناخد جزء من اللحمة ونفرق الباقي، أكيد لأ. الأضحية دي شعيرة وعبادة مهمة مرتبطة بموسم الحج وليها أحكام كتير ومهمة لازم نتعلمها. ده موضوع حلقتنا مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحه علينا جميعا طيبة. يا رب وانت طيب. واسال الله عز وجل ان يرزقنا حج بيتي الحرام. امين يا رب. كل عام. امين امين يا رب. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. الأضحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومختلف فيها هل هي سنة مستحبة يعني أو سنة مؤكدة ولا هي واجبة، خلاف بين الجمهور والحنفية في المسألة. لكن هي الأضحية اسم لما يذبح من النعم تقربا إلى الله تبارك وتعالى. احنا بنذبح يا اما بالبلدي كده يعني، يا اما الخرفان يا اما الماعز اللي هو الضأن، احنا بنسميه الضأن، يا اما البقر او الجاموس يا اما الابل، وكل حاجه من الحاجات دي لها سن معين. طب لو كثر اللحم هل ينفع ولم تبلغ السن، هل يجوز ولا لا يجوز؟ ده هنتكلم فيه ان شاء الله باذن الله، وهنتكلم في السن ده بإذن الله تعالى، لأن الناس للأسف بعض الناس لا تبالي، يعني بعض الناس أصلا لا يبالي بالمسألة ولا بالأحكام الشرعية في المسألة دي. الأضحية سنة في الأصل، يعني الأرض الثابتة اللي هي سنة بالكتاب والسنة والإجماع. إحنا كلنا بنقرأ قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، وهذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصلي اللي هي صلاة العيد اللي هو يوم عيد الأضحى، وانحر اللي هو الذبح، سواء بقى أنا هذبح بقى خروف، هذبح ماعز، هذبح شيء من البقر أو الجاموس، هذبح إبل اللي هو الجمال، فده اسمه النحر يعني. الحاجة الثالثة اللي هو السنة، سيدنا أنس رضي الله عنه كما في الصحيح بيقول ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، ثم يبدأ يعمل زي ما عمل سيدنا النبي، يقول وأنا أضحي بكبشي، يبقى اتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى ده مهمة جدا. طيب أنا أعمل إيه؟ أنا قادر اللي أنا أضحي ضحي، لأن دي شعيرة أصلا، ورب العالمين قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنت بتعمل كده مش من باب المباهاة، وإلا هي مردودة عليك. يعني واحد عمال يعمل الكلام ده عشان الناس بتقول، أو بعض الناس بيقول الكلام ده، نخلي بالنا يا إخوانا من النوايا، لأن ده صعب جدا، والنية دي صعبة على النفس. يعني أشد شيء على النفس إن الإنسان يحاول اللي هو يخلص في عمله. ولذلك كان سبحان الله سيدنا الحسن رضي الله عنه يقول أشد شيء على نفسه هي النية. وأحدهم كان يعني أحدهم محمد بن سيرين، لما مات أحدهم يعني، فقالوا لمحمد بن سيرين ألا تشهد جنازته؟ قال لم تحضرني نية. حتى أنه كان يقول وإنه كان يقول إني لأضع العطر أتعطر بنية. أنا أقصد بالعطر ده إيه؟ الناس بس تشميني كده خلاص، ولا عشان الناس يقولوا عليا ريحة حلوة، ولا هو أصلا لله، ولا عشان دي سنة؟ عمال بينوي، هو ما بيحطش حاجة إلا بنية، ما بيمشيش إلا بنية، ما بيأكلش إلا بنية.
وبالتالي بعض الناس بيجي في مسألة الأضحية ممكن ما يبقاش قادر، فيجي يقول السنة دي يعني أنا كل سنة والناس هتقول عليا إيه؟ يعني أنت بتضحي عشان الناس، يعني مش بتضحي عشان رب الناس، لكن الأصل إن الإنسان يخلص. أنت بتعمل ده ليه؟ أنا بعمل الكلام ده لأن هو في النهاية دي شعيرة، دي سنة أبينا إبراهيم، وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقت عندي سنة، فأنا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأني بستجيب إلى كلام الله تبارك وتعالى، وأنا قدوتي سيدنا النبي، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيدنا أنس بقى كان يعمل الكلام ده، بيقول النبي ضحى وأنا بضحي زي النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعا لرسول الله. الدليل الثالث اللي هو الإجماع، أجمع العلماء على مشروعية الإيه؟ الأضحية. وكلمة إجماع يا أستاذة دعاء معناها إننا يعني اتفق مجتهد عصر من العصور، مش أي عالم، يعني مش عالم كده. كل من قرأ كتاب بتعريفة عمل فيها الشيخ أبو ظريفة وخالف مالكا وأحمد والشافعية وأبا حنيفة، لا، ده هو مجتهد يعني بلغ رتبة الاجتهاد، وده له شرائط يعني وله شروط، فمش أي حد يعني. ممكن في الدنيا تلاقي 2-3-4 هم المجتهدين يعني، وده صعب اللي انت تحصره دلوقتي اللي احنا نحصر قضية اللي. فالعلماء اجتمعوا على ان الأضحية مشروع، وسيدنا النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، يبقى الإجماع ده مش مبني على ضلالة. طيب الحاجة التانية هو مين اللي ضحي يا مولانا؟ شوفي لما كنا بنتكلم في زكاة قبل كده، في زكاة الفطر، قلنا مين اللي طلع زكاة الفطر يا أستاذة دعاء؟ قلنا اللي يملك قوت الليلة واليوم. طيب مين اللي يضحي؟ اللي عنده فلوس، يعني واحد ما شاء الله ما عندوش حاجة خالص، وقال لك يا مولانا بس خلاص بنا كل سنة وعادة يا أخي، ما مش سنة عليك خلاص. ليه؟ لأنك أنت مش مالك لا قوتك ولا قوت عيالك ولا من تلزمك نفقتهم، لا ليلة العيد ولا يوم العيد ولا أيام التشريق. يبقى اللي هو إيه؟ اللي هو 10 ذو الحجة و11 و12 و13 ذو الحجة، هذا ما معكش خلاص يا حبيبي ما يلزمكش يعني. وبالتالي فأنت لو معاك خلاص دي سنة وتقدر تشتري وبتاع قبل كده يعني، فدي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بتسن في حق مين؟ في حق المسلم. طب يا مولانا هل المقيم بس ولا المسافر؟ قالوا مقيم ومسافر، بس بشرط مسافر حلال، يبقى دي سنة. إمتى تكون واجبة يا أستاذة دعاء؟ إذا عينها الإنسان. يعني قال هذه أضحية ليست إلا لله تبارك، ما هي لله أضحية وعينها، دي للأضحية. حاجة تانية نذر، أنا نذرت اللي أنا أذبح الخروف ده أضحية لله تبارك وتعالى. طب واحد عينة أو وجبت عليه، يبقى كده واجب عليه ولا مش واجب عليه؟ واجب عليه. هل يجوز اللي يأكل منها؟ ده هنا بقى نقطة. يبقى الأضحية السنة التطوع اللي احنا بنعملها دي، أنا ما وجبتش عليا نفسي حاجة، فينفع اللي أنا أكل منها. طب تاكل منها قد ايه؟ المشهور عند الناس تلت وتلت وتلت. طب جابوا منين؟ فكلوا منها واطعموا. شوف شوف هي اهو، يبقى انا باكل وبطعم، اطعم نفسي واطعم اهلي وما الى ذلك. طيب ايه؟ سيدنا ابو حنيفه قال تلت وتلت وتلت. طب واحد جاب النص، كل النص وتصدق بالنص، ما فيش مشكله. اتصدق بيها كلها ما فيش مشكله، بس العلماء قالوا ايه؟ يا اخي من باب السنه اللي انت تدقها، ده دي سنه سيدنا النبي، فانت كل منها خلاص. طب الوجبة يا أستاذ دعاء، أنا أوجبت نذرت نذرا إن دي أضحية، فقالوا النذر ده ما ينفعش اللي هو يأكل منها ولا عياله وأهله اللي هو تلزمه نفقا إن هو يأكل إيه؟ يأكل من هذه الأضحية. طب معنا تليفون ناخده ونرجع نكمل كلامنا. مروة أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا حبيبتي، تفضلي. كل سنة وأنتوا طيبين. أنت طيبة. زي حضرتك يا شيخ احمد. الحمد لله في نعمه الحمد لله. استاذه حضرتك انا عندي سؤالين يخصوا الاضحيه، او واحد يخص الاضحيه وواحد يخص الذبح في حاجه ثانيه. اتفضلي. اول حاجه انا عندي 4 اولاد، يعني عملنا عقيقه لاول واحد فيهم وللاسف ما عملناش للباقيين، فكنت عايز اعرف اصلا تاخير العقيقه ده كده ايه، يعني الموقف ايه، وهل يجوز ان احنا نجمع في نيه الاضحيه مع نيه العقيقه بما ان الاثنين سنه؟
طيب ده اول سؤال. السؤال الثاني يعني كنت سمعت كده ان لما حد بيعمل بيجيب حاجه جديده شقه عربيه حاجه كده في سنه ان الواحد يذبح برضو، اسالك تقول لي حكم القصه دي ويذبح يعني ايه بالظبط الحاجه اللي ممكن تذبح. لا السؤال الثاني عباره عن ايه؟ لو جاب شقه جديده او عربيه بيذبح تمام في سنه ولا ماشي يا حبيبتي، يبقى كده في الذبح في سؤالين العقيقه الاولاني. طيب خلينا في السؤال الاولاني حكم تاخير العقيقه، يعني انا واحد هي العقيقه، خلينا نقول ان العقيقه سنه وان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهي عن الشاه قد ايه يعني الولد عن الذكر بنذبح قد ايه المشهور شاتين صح، والانثى شاه الملكيه قالوا لا شاشة ممكن واحد واحد الملكيه قالوا ايه الدليل على ده؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وروى ذلك ابن عبد البر كما في التمهيد ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاتا شاتا. تمام يعني هنا شاه وهنا ايه والحسن ذكر والحسين ذكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب امتى بذبح بقى العقيقه دي؟ العلماء قالوا السنه اللي هو ايه ان الولد ده يسمى يوم السابع ثم يراق عنه الدم اللي هي العقيقه. وخلي بالك يوم السابع ده هل يوم الميلاد يوم المولد ده اللي هو اتولد فيه يحسب ولا لا يحسب؟ المكاء قالوا لا ما لا يحسب، يعني هو اتولد يوم واحد ده لا يحسب، يبقى العد هيبقى منين؟ 2 3 4 5 6 7 8 يبقى يوم الثامن اسمي وايه. طب لو سميت من اول ما اتولد، انا مسمي من قبل ما يتولد ما فيش مشكله. طب وعملت العقيقه ما فيش، طب اخرت يا استاذه دعاء ما فيش مشكله. قالوا الحديث الغلام مرتهن بعقيقته لازم، يعني لا ما قلتش لازم، مش مرتهن دي مش لازم من باب السنه. اللي معاه فلوس معهوش اللي معهوش حاجه واللي معاه حاجه طب هو معاه وما عملش هل يبقى آثم؟ لا بس الاحسن الخير، ما احنا قلنا دي السنه صح؟ الافضل ليه؟ لان احنا لسه بنتكلم حتى لو كبروا طبعا، حتى ان الواحد لو كبر بقى خالص دايما يقول كده ابويا ما عمليش، اعمل عن نفسك، اعمل لنفسي، اعمل عن نفسك ما فيش مشكله. في نقطة بقى مهمة جدا، أنا ما عملتش لولادي أنا ما عملتش لولادي وأنا عندي أضحية، حاجتين حاجتين اتنين بس، هو ينفع الاشتراك اللي أنا مثلا جاي بعجل مثلا وأقول والله السبع ده أضحية والسبع ده للواد والسبع ده مش عارف إيه قالوا ده جائز عند مين؟ عند خروف. طيب الجمهور يا أستاذة دعاء خلافا للمكان، الملكة ما عندهمش اشتراك في الأضحية لا في خروف ولا في عجل ولا في جمال، يعني خلينا في الجمهور. تمام احنا بنتكلم في الجمهور ان ينفع ان لو هو داخل مثلا بكذا نصيق ممكن يخش بكذا نصيق منها ينوي الأضحية والعقيقة ده جائز مفيش ولو مشكلة، ولو خروف واحد هو جايبه يذبحه بصي هم اتكلموا ان الأضحية شعيرة دي حاجة ودي حاجة الأضحية شعيرة، لكن هي انا بس النقطة بس يا اخوانا، هل لو انا عندي عقيقه واضحيه اقدم ايه؟ الاضحيه اقدم الاضحيه لو انا طيب لو هل انا مثلا على سبيل المثال واحد عنده مثلا هو داخل بالاضحيه وانا ينفع اقول له طب خلاص هات لي السبع ده اللي انا اضحي اعمل عقيقه عن ابني او بنتي ده جائز ما فيش مشكله فيه. هي سالت بقى سريعا سؤال تاني، قالت ان الواحد لما بيجيب حاجه جديده زي عربيه زي شقه زي كذا مفيش مشكله بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى، لكن مش من باب أي السنة حاجة يعني. مش من باب اللي هو يتخذ ذنب باب السنة لكن من باب ان ربنا يدفع عنه الأذى. تمام احنا هنطلع فاصل، وقبل الفاصل هسيبكم دلوقتي مشاهدينا مع تقرير على هامش أسبوع التحصين العالمي قامت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وشركة MSD الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية بإضاءة برج القاهرة لنشر الوعي بأهمية اللقاحات والتطعيمات في الوقاية من الأمراض المختلفة. تعالوا نشوف التقرير. النهارده هو يوم من الايام المثمره في العلاقه البناءه المستمره اللي بقالها سنين ما بيننا وما بين شركه MSD ما بين شركه فاكسيرا وشركه MSD العالميه. الحقيقه احنا النهارده سعيدين ان احنا بنضيء برج القاهره باحتفال وبنوجه بيه الانظار للناس كلها انه احنا يا جماعه في اسبوع مهم قوي، اسبوع تحصين عالمي للوقايه من كل الامراض. احنا العالم كله دلوقتي بيدي كل الفاكسينات المتاحه لامراض المعروفه اللي نقدر نتعالج منها، ف
الجهود المشترك اللي ما بين شركة أم أس دي وشركة فاكسيرا هو مجهود عشان نوجه الاهتمام بصحة أحسن، بصحة أفضل للمصريين وللعالم، وبنقول لهم قدامكم أنكم تعملوا وقاية أنه عن طريق أن احنا نعمل تحسين باللقاحات. طبعا احنا بنحتفل النهارده، المصل واللقاح بيحتفل مع شركه ام اس دي احدى كبريات الشركات العامله في مجال الامصال واللقاحات، بنحتفل بالاسبوع العالمي للتطعيمات. بنستغلها فرصه في ان احنا نبرز دورنا في مجال الوقايه، نشر ثقافه الوقايه والرساله التوعويه اللي عندنا، ان احنا كشركه قوميه عامله في مجال الامصال واللقاحات او عامله في الطب الوقائي بصفه عامه، بنقول ان اللقاحات هي اداه وقائيه ناجعه فاعله امنه في مواجهه الامراض المعديه اللي من غير التطعيمات كانت ممكن تغير الخريطة الصحية على ظهر الكرة الأرضية بصفة عامة. النهاردة جايين برضو نقول للمجتمع المصري ان اللقاحات مش مرتبطة بس بسن الطفولة او بالسن الصغير، لا، التطعيمات بيحتاجها الشخص على مدار حياته من اللحظة الاولى من الولادة الى ما لا نهاية من العمر. بنقول ان الشباب، ان الكبار، ان الصغار، ان الشيوخ محتاجين التطعيمات، الذكور الاناث محتاجين التطعيمات. احنا النهاردة هنا بنحتفل بالاسبوع العالمي للتحصين World Immunization Week اللي هو مؤتمر الصحة العالمية بتحتفل بيه كل سنة في نفس التوقيت لنشر التوعية حول أهمية التطعيمات ودورها لحماية المجتمع. ويمكن احنا بنشره في النهارده بوجودنا جنب الى جنب الى فاكسيرا الشركه الرائده في مجال التطعيمات، لان احنا الاثنين عندنا هدف مشترك وهو نشر الوعي. ويمكن النهارده زي ما انتم شايفين احنا بننور البرج عشان نبعت رساله امل وتوعيه للمجتمع المصري وكمان للعالم كله حول اهميه التطعيمات ودورها الرئيسي في حمايه المجتمع من العديد من الامراض المعديه. التطعيمات مهمه جدا، والتوعيه ضد بعض الامراض ودور التطعيمات في الحمايه منها مهم جدا. ويمكن نرجع للتاريخ انه في عديد على مدار سنين كثيره جدا كان في تطعيمات لعبت دور رئيسي للقضاء على العديد من الامراض. كورونا كان مفاجئ وفي نفس الوقت طبعا التطعيمات حمت جزء منه، ولكن على مدار السنين هنلاقي ان امراض كتير قوي اطفالنا كلها عندها تطعيمات اجباريه بتطعم منها، بنحميهم، بنقضي على امراض تماما وبنقضي عليها. عشان كده التطعيم سواء للاطفال او للكبار على حد سواء ليه دور مهم جدا، ما دام وراء شركات منتجه بتاكد او حكومه كمان ووزاره الصحه بتاكد فعاليته وكمان السيفتي بتاعته او ان هو امن للاستخدام.